وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية، وعندنا النهاردة طفل إسلامي ياسر عنده سنتين، أسرته وجدت أنه عنده عيب خلقي بالقرنية وعتمات أدت أنه هو ما يقدرش يرى إلا خيالات بسيطة. تعالوا نشوف حالته إيه. جريت بيه من يوم ما اتولد، رحت وديته الدكتور هناك. اول ما المشكله احنا يعني الشرب عملناها له، الشفا عملتها له برده. في اول يوم خدته وديته للدكتور استشاري عندنا في المنوفيه، قال لي ده عيب خلقي يا ماما، ملوش علاج ملوش عمليه. برده انا كان في امل كبير عند ربنا، وبيني وبين ربنا في امل، وقلت هجري وراه لحد ما اقول خلاص هو كده فعلا ملوش اي عمليه، مش هوديه للدكتور ده بس، لازم اوديه لدكتور تاني وتالت ورابع. انا بقى سنتين بجري بيه، وفي الاخر خالص دكتور حدد له عمليه في عينيه، قالوا اللي هي اليمين، انا محتاجه فتحه قرصحيه في العين عشان يقدر يشوف بيها. والعمليه قالها هتكلف 16,000 جنيه، وبصراحه انا امكانياتي ما تسمحش. اتمنى من ربنا ان هو يشوف واديله لعبه يمسكها يقع من ايده يجيبها لنفسه. الناس بتبص له بصه وحشه 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 بجد، خليني انا نفسيتي بتتعب. هو ما يعرفش حاجه ومش حاسس باي حاجه من دلوقتي. نفسي لما اعدي من قدامه يشوفني، يشوفها عليا زي العيال. نفسي لما يكبر، انا ما اضمنش نفسي، ما اضمنش حياتي، ما اضمنش اخو اللي معايا ده ممكن يقف معايا يساعد بعد ما يكبر ولا لا. انا مش عارفه، انا كل اللي نفسي واتمنى بيه حتى لو عين واحده يا رب. انا بتمنى عين واحده والله يا رب يشوف بيها، يمشي بيها على الارض كده ومحدش يمسكه من ايده يقول له تعالى عديه، تعالى ما وديك مشوار. هو ده اللي انا بتمناه من ربنا. زي ما شفنا حاله اسلام صعبه ومحتاج عمليه في القرنيه لتحسين نظره بتكلفة 16,000 جنيه علشان يقدر يعيش حياته ويقدر يشوف بشكل طبيعي. قلوبكم معاه. الحالة الإنسانية الثانية للطفلة فايزة محمد وحيد، عندها 10 شهور، اتولدت بمشكلة في القلب وبتعيش هي وأسرتها مأساة. تعالوا نشوف حالتها ايه. الطفلة ديت يعني من اول ما اتولدت ما قدرتش تاخد نفس، اما بتعيط بتزرق، مناخيرها بتزرق ووشها بيزرق ورجليها وصوابع ايديها بيزرق، وبتخس بقى ولا بتعرف تمشي، يعني ما بتسحفش ما بتقعدش، مش زي مش طبيعيه يعني. طب ايه العمل؟ قالت لها ايه، روح اعمل اشعه. عملنا الاشعه، قالوا عندها القلب تعبان وضوافرها بتزرق وصوابع رجليها بتزرق. طب ايه اللي عمله يا دكتوره؟ اعملوا اشعاعات موجات صوتيه كذا مره، عملنا 3 اشعاعات موجات صوتيه، وفي الاخر رحت راح ايه معهد القلب، فعملت اشعه مقطعيه، فقال العمليه لازم تتعمل على طول فورا، عمليه القلب، قلب مفتوح. وبيقول لي يعني في يعني حاجات هتتحط في القلب زي وصله كده، العمليه خطيره، من العمليه هتتعمل في معهد القلب يعني من 20 ل 15,000 جنيه، المفروض تعملها في خلال اليومين دول، يعني بكره او بعده، بكره او بعده بكتير، لازم ان العمليه تتعمل على طول فورا، ما تستحملش العمليه تقعد اكتر من كده. نفسي العمليه تتعمل للطفله ديت عشان تعيش زي ما الناس عايشه، ما حدش بيده حاجه.
فايدة طفلة بريئة محتاجة تركيب صمام في القلب بمبلغ 15,000 جنيه. يا ريت نقدر نساعدها. عنده 7 سنين حاليا، وانا بنتي 4 سنين، كان لها طبعا 4 سنين، وسلمى بنتي 3 سنين. حاليا انا معايا يوسف محمد ومنى بس يعني، ويوسف وسلمى توفوا بسبب مرض انا ما اعرفش عنه اي حاجه، حد اختي. ودي لي حوالي 3 سنين بلف لفيت مصر كلها، محدش يعني عارف عندهم ايه. الدكاتره شخصها لانها كهرباء زياده في المخ، انا بدي كهرباء زياده في المخ، وده ادويه التشنجات بس ما كانتش تعمل اي نتيجه ولا اي فايده. في وسط ما بعالج سلمى وبجري بيها، يوسف اخوها سنه وثلاث شهور اللي هو توفى وعنده 4 سنين، كان عنده سنه وثلاث شهور بدا يتعب بنفس المرض. بتجري بالاثنين والدكاتره شخصوا لنا كهرباء زيه، لحد ما محمد ابني في شهر 12 اللي فات بدا يعاني بنفس المشكله. بقيت مع الثلاثه لما الدكاترة قالوا لها ما نفتحش الكهرباء مش شايفين معدوم الثلاثة، أكيد في حاجة تانية غلط في الموضوع. بقى كل دكتور يحولني على دكتور لحد شهر 8 اللي فات. سلمى يوسف طبعا توفوا، يعني يوسف تعب ودخل المستشفى، قعد 4 أيام في العناية المركزة. بعد دخل السبت توفى الثلاثة حد. يوم الثلاثة التاني هو كمل أسبوع بالظبط وسلمى بنتي بدأت تتعب. حاولني طبعا ده على المستشفى، يعني سر الله طلع يعني نفس في الطريق. انا قبل ما اوصل المستشفى كانت سلمى بنتي ماتت على حاجه، في صور امه بيموت منها كل شويه عين من ولادها، يعني ده احساس فظيع. يعني مفيش ام تستحمل، يعني ولادها بيروح منها واحد ورا التاني. يعني حتى مش عارفه هي ممكن تكون بتديهم دواء، مش حالتهم دواء اصلا، ممكن تكون هي بتديهم دواء بيأذيهم، هي يعني مش عارفه، بس غصب عني يعني انا بمشي ورا الدكاتره. يعني اي دواء بديهم، يعني انا محمد ابني منى بديهم الدواء وبتاسفه 100 مره ان انا ممكن اكون انا اللي باذيهم وانا مش حاسه. الدواء ده ممكن يكون بيتعب حاجه ثانيه، هو اصلا مش علاجه، بس الدكاتره غصب عني ماشي ورا كلام الدكاتره. لحد ما محمد ابني كان تعب جامد واتحجز لي في عين شمس التخصصي، برضه ما شخصوش الحاله يعني بلا تشخيص، يعني طلعنا بلا تشخيص في الاخر. عندما وجهت الدكتور كان متابع سلمى ويوسف ومحمد في مستشفى بريش، قال لي هو الدكتور اللي لخصك القصه ده دكتور اجنبي اسمه لفين ناجل في دوله بلجيكا، هو ده متخصص في الحالات الصعبه اللي هي زي كده، وعدد حالات يعني زي كده، وربنا يعني شفاهم وعافاهم ولازم نسافر لهم في اسرع وقت. يعني الدكتور قال لي جهزوا ورقك في اسرع وقت، تكوني مسافره في اسرع وقت. انا ماشيه في الاجراءات، والدكتوره اللي في السفر في حدود حوالي 10,000 دولار، يعني ما يعادل يعني 60,000 جنيه. فنفس الدوله حاولت تساعدني، يعني اي حد يساعدني في يعني من الدوله، المفروض يعني اصلا انا دول محسوبين على الدوله، ليهم حقوق في الدوله، المفروض انا امارس حاجة من حقوقهم ان هم يتعالجوا صح. انا نفسي اشوفهم زي الاطفال العاديين، يعني محمد ابني سنه تانية ما راحش ولا يوم المدرسه لحد دلوقتي، ولا بنتي في حضانه ما راحتش الحضانه بتاعتنا. لما بيلعبوا بخاف عليهم، لما بيلعبوا ولا يتعبوا ما بزعلهمش احسن يتعبوا. يعني انا في وقت بحس ان هم ممكن يكونوا سبب زعل، دلوقتي ابني بيبقى فرحان وبيضحك وابص ما لاقيهوش. ده اللي انا طالبه من الدوله، ان هي تساعد الاطفال ديت بس عشان ما يروحوش زي اللي راحوا.